مبادرة بتوزيع الخوذ مجانا والتحسيس بأهمية ارتدائها للتقليل من الأضرار الناجمة عن حوادث مرور الدراجات النارية التي أصبحت في الآونة الأخيرة تحصد الكثير من أرواح الشباب بولاية باتنا. خطر كبير الدراجة النارية سيرتو كي نعودو هكا في سيركيلاسيون، خطر السيارات تخرجك قدر، والريسك تاع الموتور كبير على كبير على كي تكون في طوموبيل عادي، لازم تكون الكاسك سما الضربه اللي تجيك على تجي فيك حتى الاول. اللي راهم يسوقوا في الدراجات الناريه الضربه الاولى تجي في الراس. انا ننصح بهم سيرتو لي بارون. خويا لا شريت لابنك موطو اشري له الكاسك وديه لمدرسه تعليم السياقه دير بيرميه. خوتي اليوم رانا في ولايه باتنا، ولايتي، درنا حمله تحسيسيه تاع البس الخوذه تحت شعار سلامتك هي اولويتنا، بالتنسيق مع مديريه النقل ولايه باتنا مع مصالح الشرطه، الدرك الوطني والحمايه المدنيه. كان اقبال جماهيري كبير، وكانوا دراجين بزاف ماهوش لابسين الخوذه وحبسناهم وتقبلوا النصيحه وعطيناهم خوذات. وخوتي ننصحكم الخوذه لازم اجباريه. اقرار جمله من الاجراءات الردعيه للحد من مخاطر الدراجات الناريه. تذكيرهم بمحتوى القرار الولائي الصادر عن السيد والي ولاية باتنا في يوم 15 جويلية 2024، والذي يتضمن إلى صدور عقوبات لمخالفي هذا القرار وخاصة فيما يخص الخوذات. حجز 257 دراجة نارية بالمحشر البلدي خلال حملة قامت بها مصالح الأمن على مستوى أحياء وشوارع مدينة باتنا.